بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل حب. نحييكم أجمل تحية من ميدان المرموم لسباقات اللجنة العربية الأصيلة، ونقدم لحضراتكم انطلاقات هذا اليوم، والخاصة بالكبار والخاصة كذلك بالتميز في انطلاقات هذا الصباح وانطلاقات هذا اليوم المميز في 23 من ربيع الآخر لعام 1435 هجرية، الموافق 23 من فبراير لعام 2014 في هذه الانطلاقات الصباحية والمخصصة للكبار في سن التميز. على بركة الله أيها الحبل الكريم، نبحر في أول نشاطات هذا الصباح مع الكبار ومع 8 كيلومترات. أشواط التميز في صباح هذا اليوم 8 أشواط مخصصة لسن الثنايا، نتابع مع حضراتكم أولى الانطلاقات وأول التحديات في صباح هذا اليوم. شوط خاص بالأبكار المحليات الأصايل تنطلق من خلال هذه الأسماء المميزة وهذه الأسماء الفاعلة. ترحيبنا بكل الأخوة الحاضرين وترحيبنا كذلك بالمتابعين في انطلاقات هذا الصباح وهذا التحدي. ما صدرت الأوامر، لكن أكيد عندما تصدر الأوامر تتغير المسميات، تتغير تحديات الشوط الشوط الشوط، ولا زالت المسيرة ثنائية ثنائية. بعدما كان الرشيدي كذلك مسيطر مع الشاهنية، غيرت الآن الشاهنية الأخرى سعيد بن قشاط الشامسي، غير إلى المركز الأول. الغفلي يحاول حتى اللحظات الأخيرة، والكل مشاهدين الأعزاء رفض أن يقدم حتى هذه اللحظات الأوامر، لكن صدرت الأوامر، صدرت الأوامر، وهملولة هملولة والشاهينية الشاهينية وهملولة، ولكن هملولة مسيطرة. سيف بن محمد الغفلي على المركز الأول، والشاهينية قادمة، الشاهينية الله يا شاهينية، بدأت تتسلل مشاهدينا الأعزاء، وتبعث السلام لهالي العين وهالي الوقن في هذه الانطلاقة. ها هو سعيد بن قشاط بن سعيد، هو سعيد بن قشاط الشامسي يقدم لنا الشاهينية في المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ها هي الشاهينية تسلم على اهل العين، على اهل العين دار زين. ها هي مشاهدينا الاعزاء في لحظاتها الاخيره عندما صدرت الاوامر استجابت للندى وقدمت الانجاز المميز واول الاشواط الصباحيه. تهانينا والناموس لسعيد بن قشاط الشامسي على هذا الفوز. المركز الثاني هملولة السيف بن محمد بن سيف الغفلي يحتل المركز الثاني مع وجود هملولة. مشاهدين الكرام، المركز الثالث وصل الدرعي خليفة بن سالم بالحمدي، الدرعي يقدم شواهين في ثالث المراكز في هذه الانطلاقة، بينما المركز الرابع وصلت الشاهينية علي بن عبد الله بن محمد الرميثي، والمركز الخامس الرشيدي قدم الشاهينية في الانطلاقة الخامسة. التوقيت الزمني حبلنا الكريم 12 دقيقة 58 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعيد بن قشاط ومفتاح الشامسي على فوز الشاهينية بالمركز الأول وتقديم هذا التحدي وهذه المنافسة القوية والمميزة، وأسعد الله مساكم يا هالي أصبحكم يا هالي العين وهالي الوقن. المركز الثاني حضرت هملولة 12 دقيقة 59 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لسعيد أو محمد سيف بن محمد بن سيف الغفلي على هذا الفوز وهذا الانتصار اللي قدمته هملولة مشاهدي الكرام في مشاركة هذا الشوط الأول، بينما اللي حضرت على المركز الثالث في ثالث المراكز في هذا التحدي نشوف لحظات وصولها لخط النهاية معلنة عن حضورها هنا شواهين خليفة بن سالم بن حمدي الدرعي 13 دقيقة 7 ثواني و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعين الكرام، عشاق الأصالة، نحييكم بأجمل تحية، تحية الإسلام الخالدة، وهي سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أشواطنا المستمرة في صباح هذا اليوم وانطلاقة يوم الثنايا في أشواط التميز تتواصل مسيرتها في ميدان المرموم في تحفة الميادين عبر شاشة دبي ريسنج مباشر على الهواء،
وهذا الشوط الثاني الذي